نرجع تاني لعم رجب. سلام عليكم عم رجب. سلام الله استاذ حسام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييك وبحيي الدكتور وكل سنه وانتم طيبين. الله يحييك. بمناسبه انت طيب. الحبيب المصطفى. اللهم امين يا رب. الصلاه والسلام. وتحياتي للاعداد ومشاهدينكم. اهلا بيك. اتفضل يا عم رجب. يا دكتور معايا واحده جارتي من النوع اللي بيخاف. هي اي كلكوعه في الثدي يبقى ورم سرطاني ولا اطممها قروح يكشفي مثلا اطمئني. لا عيد تاني لان هي بتقول عند واحده على طول بتخاف اي ورم بيجي في الثدي وبيخاف ان هو يكون سرطان يعني. وما رضيتش تروح تكشف. ما ترضاش تروح تكشف. سنها كم سنه؟ سنها حوالي كام 40 كده 42 43. طب الورم اللي في الثدي ده في الثدي اليمين ولا الشمال؟ في الشمال كلكيع كلكوعه صغيره. بقالها قد ايه الكلكيع دي؟ ليها يمكن بتاع 5 6 شهور. كلكيع كتير ولا كلكوعة واحدة؟ كلكوعة واحدة بس. طيب اتفضل اقفل وانا هقول لحضرتك تعمل ايه. شكرا عم رجب. شكرا. ومعنا استاذ محمد ينتظر. حاضر. يعني احنا دلوقتي اي حاجة موجودة في الصدر بناخدها بمحمل الجد، ولكن مش معنى ان موجود يبقى كله سرطاني. اكيد. يعني اقل من 5% الكلكيع دي تكون اورام غير حميدة يعني خبيثة. فبالتالي لازم نطمن كويس. في اشعه اسمها الماموجرام او اشعه الثدي بيعملوها كده زي الاشعه التلفزيونيه او اشعه عاديه حتى، بس الماموجرام بتتحط بطريقه معينه بتبين وبتفرق بين دي ودي، هو تحليل واحد بس وتقول لنا نتيجته ايه. بعد كده في تحاليل دم احيانا نعملها، او الدكتور لو فحصها اللي عندها يبقى اسهل. لكن لو هي اكتر من 5 شهور وكده الحقيقه برضو انها تبقى سرطانيه اكتر من 5 شهور، ادام ما بتسدش في الحجم وحجمها صغير ما بتتغيرش في الحجم ومفيش تحت الباط اللي هو ناحيه الصدر حاجه كلكعه تاني، ما بقولش 100%، بقول احنا في الطب نقول ايه لايكلي ليس لايكلي موست بروبابل ات از ان كومن. كل حته لها درجه نسبه مئويه يعني، واخد بالك؟ لايكلي يعني وارده، واخد بال حضرتك؟ تمام. فانا بقول انها لايكلي يعني غير وارده، نوت لايكلي تو بي انها تكون سرطانيه، يبقى هي غير وارده انها تكون سرطانيه، بس قلت غير وارده ما قلتش مش هتبقى. كل كلمه لها معنى. تمام.